فتت على جوجل اتفرجت على شركة اسمها مادكسي، تواصلت مع شاب اسمه غياس. خلال التواصل أنا وغياس سألته على كذا، يعني أنا كنت أساوي بالون معدة، سألته عن البالون الذكي وعن البالون السنوي وعن البالون الست شهور. حسيت بشي يعني ولا ما حسيت؟ حسيت بشي ولا ما حسيت؟ ما حسيت بشي. حطوا لي هاي ما بعرف شو دقوني، أطلع هيك أعمل هيك أعمل هيك، ما عاد حسيت بشي. ركبناه بس البالون، مو راح يستقيم. ركبت البالون ما حس بشي يا زلمة، شو هذا؟ حس حدا هلا جيت. معكم اسمي محمد، أنا عايش بالدنمارك، جيت تقريبا من يومين، تواصلت مع شاب اسمه غياس، فتنا على العيادة، أخذ مني المعلومات طبعاً، معك أمراض، معك شيء، سكري، ضغط، أي شيء يعني، أنا ما حسيت بشيء يعني، فتنا على الغرفة، حطوا لي سيرون، ما بعرف تخدرت هيك، يعني ما حسيت بشيء يعني، فقت نمت، كان خمس دقايق، ما بعرف، قالوا لي خالص، شو خالص ترى؟ ما حسيت بشيء يعني، الحمد لله ما فيني شيء، جات حطيت بالون معدة، وعطاني شوية أدوية، وعطاني تعليمات شلون بدي أول أسبوع، أول 10 أيام شلون آخذ أشرب مي، سوائل كذا، مشان إنه يتعود البالون المعدة على الجسم. وهي كلياتها، الله يعطيكم العافية.